قال وإذا أخذ الغاسل في غسل الميت ستر عورته وجوبا، يعني الميت صحيح تنزع عنه ثيابه لكن يغطى بخرقة أو شيء تغطى عورته، مغطى من يعني سرته إلى ركبته، هذا يغطى وجوبا وثم يغسل بعد ذلك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بتغسيله علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معهم الزبير بن العوام. فهؤلاء يعني قاموا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا عن الآخرين كونه نبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن يغسلوه اختلفوا، هل نجرده كما نجرد غيره من الثياب أو نغسله في ثيابه صلى الله عليه وسلم. وجلسوا يعني مدة ما يدرون ماذا يصنعون، هل يجردونه أم لا، ثم في النهاية قرروا أن لا يجردوه من ثيابه، فغسل في ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه. أما عامة الناس فالأصل أنهم يجردون من أي تنزع ثيابهم، تنزع ثيابهم وتبقى خرقة تغطيهم أو غطاء يغطي عوراتهم. يقول ستر أو ستر عورته وجوبا وجرده من ملابسه ندبا، يعني أما ستر العورة فهذا لابد من، أما تجريده من الثياب فهذا يستحب حتى يتمكن من تغسيله تغسيلا جيدا.